نعم يعني ماجد، يعني بالإضافة أيضا إلى زيارة الرئيس ميقاتي إلى مدينة طرابلس، كان هناك أيضا مؤتمرا صحفيا لمسؤول العلاقات السياسية في الحزب العربي الديمقراطي رفعت علي عيد، وقد عرض خلال هذا المؤتمر عدد من القذائف التي سقطت هنا في جبل محسن، وقال إن عناصر الجيش السوري الحر هم الذين يمتلكون زمام المبادرة أصبحوا في مدينة طرابلس وليس تيار المستقبل، متهما تيار المستقبل باستخدام العديد من عناصر الجيش السوري الحر إلى المدينة. وقال بالنسبة إلى المصالحة يريد مصالحة، ولكن يريد أيضا بهذا الإطار سلة متكاملة لحقوق الطائفة العلوية من نواب ومن وزراء ومن مشاركة بالعديد من الإدارات. أما بالنسبة إلى موضوع تسليم السلاح يعني في مدينة طرابلس، فقال إنه مستعد لذلك ولكن وفق ضمانات محددة. وقال أيضا رفعت عيد في مؤتمره الصحفي: نحن قادرون على لعب دور الوسيط أيضا بالنسبة إلى استرجاع جثامين اللبنانيين الذين سقطوا في تل كلخ، وأبدأ استعداده للعب هذا الدور. نستمع أيضا الآن إلى أبرز ما قاله مسؤول العلاقات السياسية في الحزب العربي الديمقراطي رفعت علي عيد. وكانت المفاجأة الكبرى أنه بالاجتماعات السياسيين طرابلس بيبلغوا لوزير الداخلية وبيبلغوا الجيش انه هن ما قادرين يمونوا غير على 40% من مسلحين اللي حوالي جبل محسن. طب هدوليك يعني انا برأيي زايدين هن انه بيمونوا 40%. طب 60% هدوليك مين هن؟ وليش ما بيمونوا عليهم؟ منهم اهل بلد ولا غرب؟ صرنا بدنا نفوت بهي التفاصيل. هلا نحن بالنسبه لنا طالع معنا من زمان انه هو الجيش السوري الحر، يعني والجيش السوري الحر صار هو بيملك المبادره بطرابلس، ما بقى تيار المستقبل. يعني الامكانيات متوفره، من حوالي جمعه وجمعتين دخل حوالي 3 مليون طلقه من سوريا على لبنان. تخيل المعركه بسوريا ولا بلبنان للجيش السوري الحر. كل انواع الاسلحه، كل انواع الاسلحه فاتت له، امكانيات ماديه من قطر ومن السعوديه بشكل لا يوصف، وفي سرقه كثير تحت بين الناس اللي عم تروح تقبض من السفارات، وعم يصير مشاكل كثير، واكيد كلكم اللي عم تسمعوا فيها، بس في ناس كثير محرجه ما بتقدر تحكي بهذا الموضوع. هلا نحن اضطرينا انه نعمل معركه لمده ساعتين، اضطرينا يعني. هي الجوله كانت اخذت 10 ايام تقريبا من الجمعه لنهار الاثنين، اضطرينا يعني غصبا عنا عملنا معركه ساعتين، واتخذ قرار بمعركه لمده ساعتين. وبعتقد هول الساعتين وصلوا يعني هول ما يسمى بالجيش السوري الحر انه يعرفوا مع مين عم تعملوا. وهذا الموضوع ادى انه الجيش اللبناني مع اهلنا بالتبانه انه يفوت على التبانه وتهرب هاي المجموعات من التبانه. فمبروك اول شيء لاهلنا بالتبانه على دخول الجيش على قلب التبانه، وانا برايي هيدا موضوع رح يهدي الجو كثير 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 لقدام. ووعدوا لسعد الحريري كل ما بيخص شيء بجبل محسن بدك تفشل فيه، ولا في شيء رح تعمله لان انت على باطل ونحن على حق.